العملية العسكرية في غزة وللاستماع إلى اشتراطاته ولكي يدلي بدلوه في هذه القضية. المهم الآن ولكن في الوقت نفسه يعني لا يمكن الحديث عن نجاح تام لنتنياهو حتى في إسرائيل. هناك قيادات تقول بأنه فشل في هذه المهمة وتشجع على التصويت ضده في الانتخابات المقبلة. الآن من المبكر الحديث عن الفشل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوقائع على الأرض. الشارع الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ما زال يشد على يدي بنيامين نتنياهو، الذي الصوت المعارض الوحيد الذي استمعنا إليه اليوم هو شاؤول موفاز زعيم المعارضة، الذي دعا الإسرائيليين للخروج للشوارع للمطالبة بإسقاط نتنياهو. إلى أي حد سينجح موفاز في تجييش هذه الأصوات المعارضة لنتنياهو يجب أن نراها غدا في شوارع إسرائيل. وإلا فإن الرأي العام الإسرائيلي يقف بجانب إسرائيل. حتى هذه اللحظة أنا أتحدث عن حيثيات يعني تظهر نتائجها ليس اليوم، ستظهر نتائجها منذ يوم غد. نعم، ونعود إلى الحيثيات. يريد أن يحقق يريد أن يحقق كل الأهداف الإسرائيلية في هدف واحد من خلال العملية العسكرية، تحقيق أهداف عسكرية من خلال ردع دولي لحماس، أن يكون العالم أجمع مسؤول عن حماس وضامن لحماس، وأن تكون هناك عملية أمن وأمان تامة للإسرائيليين في الجنوب، وأن تكون المؤسسة الدولية مسؤولة عن تصرفات حماس في المستقبل. يريد هدنة طويلة الأمد من 5 إلى 6 سنوات لا يطلق فيها أو خلالها صاروخ واحد من غزة إلى إسرائيل. يريد أن يكون هناك مسؤولية مصرية، يريد أن يغازل مصر ولكن على طريقته، أن تكون مصر مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة وأدخل الإخوان المسلمين على خط هذه القضية وقضية التهدئة. لذلك هو ليس نجاح إسرائيلي، ولكن نتنياهو يحاول أن يجير كل ما يجري العملية العسكرية في غزة ويلوح بالعملية البرية، وهو يعلم أنه قد لا يكون قادرا عليها. هو يلوح ويضغط، هي معركته الصغيرة، المعركة الصغيرة لما هو أبعد من ذلك. يحاول أن يرى ردة فعل الدولية، أن يرى ما تملكه الفصائل الفلسطينية، أن يرى طبيعة الصواريخ الإيرانية التي سقطت على إسرائيل وتتم دراستها من قبل خبراء عسكريين إسرائيليين، أن يعرفوا مدى التكنولوجيا التي وصلت إليها إيران. هي معركة نتنياهو وباراك الصغيرة، هو أسلوب باراك في استعمال العقلية العسكرية، المكر والخداع والسرعة وخطف الإنجازات والضغط على المجتمع الدولي لتحقيق ما تريده إسرائيل. حتى هذه اللحظة ليس نجاح، ولكن يعتمد على ردة فعل الدولية. إن كان العالم سيجبر على الإصغاء لنتنياهو وعدم إجباره حتى بالضغوطات وبالتهديد للاستماع وعدم وقف عملية برية، لن يكون هناك أي رادع لنتنياهو. نعم. غدا في ساعات الصباح للتوجه إلى غزة في عملية برية. نعم ليلى، لم يكن هناك رسالة قوية. الآن تصلنا أنباء عاجلة.